في منطقة سهل الغاب في ريف حما الغربي. طبعا كما هو ملاحظ من الصورة تعرضت المنطقة لهطولات مطرية جيدة ولله الحمد لموسم عام 2019، مما أدى إلى طوفان وغرق معظم الأراضي الزراعية المزروعة بالمحصول الاستراتيجي محصول القمح الذي يعتمد عليه أغلب سكان المنطقة بشكل خاص وسكان سوريا بشكل عام، نتيجة الأهمية الاقتصادية لهذا المحصول الذي يرتبط برغيف الخبز لكافة مكونات الشعب السوري. لذلك نحن بدورنا نناشد الهيئات والمنظمات المجتمع المدني والحكومات القائمة على هذه المواضيع بالإسراع بعمليات تخفيف كميات المياه المتواجدة في منطقة سهل الغاب للحفاظ على ما تبقى من المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي. مثل ما انكم شايفين هالمي وهالإزالة والكذا هاي، وما بيبي تقصيركم، وكلفنا تقريبا احنا يوما فلحنا بالصيف كلفنا تقريبا 10 درمات، يعني مثل ما يسمونه هكتار، كلفنا شي 200,000. ومثل ما انكم شايفين هالطوفان وما بي حدا عم يساعدنا، وشنو يعني وين الناشد؟ وين وين الناشد؟ ما عم نعرف. يعني احنا ودنا اي منظمة او اي شغله يعني تساعد له بازاله هالمي وهالطوفان وهالكذا، والا خسارتنا يعني راحت هباء منثوره يعني.